فكرة التنوير إذا نريد إحنا نحدد النزاع عليها أو الصراع هي دائما تكون بين الديني ولا ديني. وهنا بنقول الديني هو مش المقصود الدين نفسه، هو المقصود رجال الدين، جماعات، يعني الناس اللي يتحدثون بالدين، الناس اللي يهمهم أن يبقى الوضع الاجتماعي والوضع الثقافي ثابت كما هو. عرفون أنتم الدين، أي دين تقريبا يعني عندما يأتي بالبداية هو يكون للتنوير، يكون جاي أنه لكسح فكرة سابقة عنه ماضية. فكثير من الأمور إحنا اللي نشوفها نقراها في الإسلام ونطالع عليها هي في الحقيقة كانت نورية في وقتها، حتى ما يخص النساء يعني قبل 1400 سنة. ولكن المشكلة أنه لما الفكرة تحاط بالدين تثبت، يعني تبقى ثابتة ما تتحرك. طيب الزمن يتحرك والمجتمع يتحرك، فهنا راح يصير التصادم بين أفكار جديدة وأفكار ثابتة قديمة. وهذا اللي صار مع نظرية داروين، وكيف هي فهمت خطأ، وكيف أنه حشد ضدها. السبب لأنها أجت هي تخترق جدار، هذا الجدار اللي هو ثابت. قلت لك هنا مقارنة بين أبعاد السيارة فيك وقت كان جيء تقدم نعتبره بهذا، ولكن العلم يتطور. ولذلك أنه لما صار خلل بأوروبا بالسلطة الدينية وطلع ظهرة الصناعة، فلجأوا إلى توليف بين الدين وبين العلم، فطلع ما يسمونه بالإعجاز الديني، بالإعجاز العلمي في الدين. وهاي الفكرة اللي عند المسلمين اللي هي الإخوان تبنوها الإخوان طبعا، ومن بدايتهم كان جوهري طهطاوي اللي هو كان أحد أقطاب الإخوان، كان مسؤول القاهرة 1931 الإخوان المسلمين. فهذا كان تفسير للقرآن كله كيمياء وفيزياء، وطبعا هذا جواد علي من الأوائل اللي وقفوا ضدها، أنه باعتبار أنه كتاب الديني هو كتاب هداية وكتاب العلاقة بالعبادات، فأنه لا يتورط قضية فيزياء وكيمياء. ليش؟ لأن هذه النظريات الفيزيائية والكيميائية هي تتغير دائما، ممكن اليوم صح بكرة خطأ، حسب المختبر حسب العلم. الدين ما يقرب هذا الأمر، الدين ثابت ثبوت. ولذلك إحنا الآن اللي يعني اللي نريد نتكلم عليه ونشتغل عليه هو فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن إدارة المجتمع بالحقيقة. ليش؟ لأن المجتمع يتغير يتحول والدين ثابت، لكن العبادة ما يهمها إذا ثبتت. يعني أنت إذا الصلاة بقت أربع خمس أوقات ما تقدر، لأن هذه تخص الإنسان وربه. لكن لما تجي إلى قضية العلاقة بين الناس اللي تحددها المعاملات، ذيك العبادات يسموها، هو الفقه يتقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. فالمعاملات المشكلة بيها، المشكلة مش في العبادات. ليش؟ العبادة تخص الشخص نفسه، المعاملة تخص الناس مع بعضهم. ولذلك الإمام أبو حنيفة بالنسبة للعلاقة بين الفرد وربه، قضية أنه ما صلى أو قضية ما حضر الجمعة، هذه فيه ما يتسمى بالحيلة الفقهية، لكن لا يتسامح هو الفقه بشكل عام أنه في قضية السرقة، في قضية القتل مثلا بشكل عام. فأنا قصدي أنه هي هذا الصراع من البداية، الصراع مع كل دين ومع
الناس اللي استوعبوا القضايا الجديده اللي صارت بالمجتمع اللي ظهرتها العلوم، اللي ظهرتها الاختراعات الاكتشافات. عندنا اثنين بالعراق، اثنين كان لهم دور كبير في بداية القرن العشرين، وهم تعرفوهم أنتم، جميل صدق الزهاوي، وأنا الآن راح أربطه بقضية داروين والنجف ودخول كتاب شبل شميل، ومعروف الرصافي. هذولا أنه على الرغم أنهم كانوا معممين، وعلى فكرة في أنه ترى أكثر ضحايا التعصب الديني هم رجال دين. يعني لو تطلعون على كتاب التسامح في عصر الإصلاح، أنا بس أروي لكم، هذا الكتاب إذا من يريد يفهم كيف تخلصت أوروبا من التعصب الديني ومن القتال المذهبي ومن القتل الديني ومن وكيف تحررت من هذا الطابو، هو يقرأ هذا الكتاب. فهذا الكتاب اللي هو لجوزيف لوك لير، اللي هو بالفرنسي، وترجمة جورج سليمان. في عشرات رجال الدين من القساوسة قتلوا، حرقوا في سبيل التنوير، ولذلك ما طلع التسامح إلا صار إصلاح، إلا صار تنوير. السبب هناك ربط بين التنوير وبين الرصافي اشتغل على هذا الموضوع وكاد يقتل طبعا. الرصافي صدرت في فتاوى، ولذلك هو حتى كتابه الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس، والحقيقة هو في وصيته يعني، وأنا الكتاب هذا حققته وتأكدت من عده، هو كتاب الرصافي والوصية وصيته، قصة طويلة. وهو قال أنا راح يحرضون علي العوام، راح يقتلوني. وبالحقيقة أنا قاعد أشتغل على كتاب الآن اللي هو المقتولون بسبب ديني. كثير من المقتولين العوام قتلتهم، لكن العوام ما تقتل لحالها، العوام ما تفهم شو هذا قال، لا، في رجل الدين اللي حركها. وفي بهذا الكتاب ايضا في تحركت الناس، العوام حركوهم عليهم. ولذلك تشوف اختصر الجواهري في رثاء للرصافي، رثاء اكثر من مره بالحقيقه، ومن اعمق الرثاء بالحقيقه. فيقول لله درك من جريء دون فكرته جهير، انكرت ان الدين لم يبرح مليئا بالقشور، يجتر من أحكام بئر لوثت بدم البعير، يلهو به من ليس يعرف ما البجير من العجير. وبعدين يقول وأشعت في الأبد البهيم طلاقة الأبد المنير، وسمرت والألم الدفين ونعم ذلك من سمير. قصيدة طويلة. كان من تقرون الرثاءات للرصافي هي كلها تصب قضية التنوير. جميل صدق الزهاوي في الحقيقة كان معمم أيضا، وكان أبوه وأخوه كانوا مفتين بغداد، مفتي بغداد أبوه الفيضي وأخوه أيضا مفتي بغداد. ولكن الرجل انطلق من كان في مجلس المبعوثان، حتى أنه يمكن سامعيها أنتم أكيد، يعني لما ناقشوا مجلس المبعوثان ناقشوا أن يسوون ميزانية لتدريس تهيئة مدرسين وتهيئة ظروف وتهيئة لوازم لتدريس كتاب البخاري للمسافرين. تعرفون أنتم الباخرة كانت تسير يمكن شهر شهرين ثلاثة، فيصير تدريس بالسفن. فاحتج الزميل صدق الزهاوي فقال السفن
تسير بالبخار وليس بالبخاري. طبعا رادوا يقتلوه، وهذا الخبر هذا مش فلان قال وفلان قال، لا، من سليمان فيضي اللي هو كان زميله في مجلس المبعوثان في مذكراته قائل. قبل لا أتقدم أنا في الحديث عن داروين والنجف، وربما أمس علي أنه قال ليش النجف يعني؟ طبعا الآن راح تعرفون ليش إحنا اختارينا النجف للمناقشة مع داروين. ظهرت أفكار الاحتجاج اللي صار ضد داروين، هو مسألة أنه تفرو أنه قال أصل الإنسان قرد. الحقيقة أنا حسب معلوماتي وقراءتي أنه هو ما قال هذا الكلام، هذا كان أحد القصص في الكنيسة، لأن هو نظريته في أصل الأنواع وتطور النوع كانت مخالفة للنظرية الدينية اللي هي في الكتاب المقدس، فقالوا هذا يريد يقول أنه إحنا أصلنا قرود بالشكل هذا، فصارت الضجة عليه وظلت إلى يومنا هذا. هو بالضبط هو ما قايل هذا الكلام، قايل أصل الأنواع وقايل الارتقاء والبقاء للأصل، هذا الكلام اللي أنا مالي شغل به لأن أنا مش اختصاصي أحياء، هو الرجل عالم أحياء. لكن كم أفكار إجت بالفكر الإسلامي أو بالأدب الإسلامي وجابت القرد أنه الإنسان من القرد، لكن ما حد احتج عليها. سبب، لأن تلك لم تكن نظريات، كانت هواجس، كانت مشاهدات عامة. وأنا ما أدري، يمكن اللي طلع على مقالتي اليوم قراءة العميان قبل بريل، فأنا ما أريد أقول أنه ذيك الأفكار كانت هي الأصل على مثل ما يقولون الإعجاز العلمي في القرآن، لا، هذيك كلها كانت هواجس، كانت أفكار، كانت أماني. أنه واحد الجوهري، إسماعيل الجوهري صاحب كتاب شو اسمه الصحاح، اللي هو يعتبر بعد الخليل بعد العين من أول أوائل المعاجم وأشملها، هذا أنه فكر يطير، فشد منا ومنا عليه بحبل، شد خشبتين ونزل من سطح المسجد يريد يطير. يعني قضية عباس بن فرناس حقيقية، قضية عباس إنه حضريش، لأن لقيتها أنا في روايات معاصرين إلي، كانوا يعني مش اللي مثل ما يعني نقرأ في المدرسة فقط. وأبو العلاء المعري قال كأن منجم الأقوام أعمى لديه الصحف يقرأها بلمس. وعندنا زين الدين العامدي كان ياخذ حروف يحط لها فتائل ولزقها على الكتب، وأعمى كان، فكان من واحد يسأل عن كتاب يجي يتلمس فيقرأ. لكن هذا مش اختراعات، بس بريل اختراع. ليش؟ لأن الزمن ما كان مؤاتي، الزمن المستوى العلمي والمستوى العقلي ذاك الوقت لا بأوروبا ولا عندنا يقبل الأفكار، ولكن ما يقبل أنه أنت تنتج الأفكار، الأفكار موجودة بس ما ممكن إنتاجها. هذا اللي راح أقوله أنا. أخذ أول اللي يتكلم عن المحاكاة أو الشبه بين القرد والإنسان هو الجاحظ. فالجاحظ عند كتاب الحيوان يقول إنه مسخ الإنسان على صورة القرد، يعني معناها إنه أصل القرد هو إنسان، يعني حتى وجعلنا منهم قردة وخنازير، هو أصل إنسان. كان القرد يشبه شكل وجه النبطي، والنبطي كان من الناس اللي بداخل الأحراش بداخل الأهوار البعيدة، إنه رجل مثل المتوحش وحشي، فتصير ملامحه قاسية وتصير يصير مكفهر من الآخرين، فشبهه إنه يقول لك وجه كوجه القرد، ظهره كظهر الإنسان، يتشبه بالإنسان، كفه في يده، يعني أنه يقدر يمسك بإيده، يأكل بإيده أيضا، يضحك، يطرب، يحاول يتشبه بالإنسان، أمور كثيرة الجاحظ هو جايبها بكتاب الحيوان، ويعتبر هو تقريبا من الأوائل.
والجاحظ توفى سنة 255 هجرية، يعني ما يعادل 800 أو بل حوالي هاي القرن التاسع الميلادي. ولكن جاحظ أيضا، هو فكرة الكتاب كل الحيوان هو أيضا محتمد على ترجمات، اللي هو ترجم كتاب أرسطو. الكتاب الثاني أنا جايبها بالتاريخ، يعني ذاك 255. هنا نجي لإخوان الصفا. إخوان الصفا يقدمون نظرية تقريبا بها شيء من العلمية، لكن أيضا ما ممكن إنتاجها كنظرية لأن الزمن ما كان يسمح. عرفون أنتم إخوان الصفا ظهروا في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، ويحدد بالضبط التوحيدي أبو حيان التوحيدي يحدد، يقول كان نزول رسالتهم في الأسواق في الوراقين يعني المكتبات، يقول 371 هجرية. فهنا هم يفصلون العالم، يقول بالبداية من المعادن من الجماد إلى النبات، ثم من آخر النبات اللي هو النخلة، وآخر هذا أول الحيوان الحزون، وبعدين إلى الالتقاء بالإنسان بين جسم القرد وذكاء الفرس. والفرس يجيبون أسباب لذكائه، أنه يعرف صاحبه، أنه يحاول بالمكان اللي هو بي يبقى المكان نظيف. وهذه التزاوج هذه انه من الحيوانات حيوانات الذكية ومن القرد، فانه كانت مرتبة الانسان. وهم يقسمون مراتب، مرتبة النبات العفو الجماد، ثم النبات، ثم مرتبة الحيوان، ثم مرتبة الإنسان. طبعاً بعدها هم يتكلمون عن الملائكة وغيرها وكذا بهالشكل. يقول أما القرد فلقرب شكل جسده جسد الإنسان صارت نفسه تحاكي أفعال النفس الإنسانية، كما ذلك مشاهد منه متعارف بين الناس. وأما الفرس الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أن صار جسده مركباً للملوك، مركباً للملوك العفو، فإنه ربما بلغ من حسن أدبه أن لا يبول ولا يروث ما دام بحضرة الملك. هذول أخوان الصفا اللي بعدين أنا أجي كيف ابن خلدون أخذ كل نظريتهم اقتبسها ونزلها كما هي. الشيء الكتاب الآخر اللي هو العفو حسب الزمن، نجي للقزويني صاحب عجائب المخلوقات. والقزويني توفى سنة 681 هجرية، فيتكلم بشكل أيضا على المراتب الكائنات وكيف تنشأت وكذا، وبعدين يجيب حكاياته عن القرد، إنه كيف يشبه الإنسان وكيف كذا وكيف يكاد يكون إنسان، ويجيب قصص إنه كيف القرد أهل صنعاء في كانوا يستخدموه بالتسوق، كانوا يستخدموه بالحراسة كذا، كيف أنه مجموعة من القرود أنه كانوا عندهم حاسة العيب وحاسة هذا، فبحيث أنه صارت علاقة جنسية بين قرد وقرد خارج الزواج حسب ما يقول هو طبعا، ف القرود رجموها. طبعا هذه هي قصص، ولكن افكار، هي افكار انه معناها انه هذا القرد اكو تركيز عليه، اكو شغله معينه، حتى كان يستخدمه بالحراسه لحفظ الدكان، وكان كانه ينطق كانه يتكلم، والناس كانوا يفهموه. هذا في القرن يعني السابع او الهجري. الأكثر منه هذا اللي إجا بعدهم اللي هو محمد بن إبراهيم الوطواط، وعنده كتاب اسمه مباهج الفكر ومناهج العبر، يجيب يقول القول في طبائع القرد. يقول هذا الحيوان عند المتكلمين في الطبائع مركب من إنسان وبهيمة،
يعني قسم الإنسان وقسم بهيمة، ويقول وهو تدريج الطبيعة من البهيمة إلى الإنسان، وهو يحاكي الإنسان بصورته وأفعاله جميعا، وله أضراس كأضراسه وثنايا عليا كما له، وينثني ويثني يديه ورجليه كالإنسان، وللقردة فرج وكذا بشكل، وقصة طويلة. فهنا نشوف الفكرة كأنها شوية شوية تتطور أكثر، يصير انشغال بها. فهنا أبو العجائب المخلوقات يزيد بها أكثر بعد بصفحات أخرى. نجي إلى آخر ما أريد أوضحه لكم، اللي هو مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون بالضبط أكو شغلة يقول: ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن، نفس كلام إخوان الصفا، بس تعرفون ابن خلدون عنده أسلوب، وعنده يعني بالكتابة وأسلوب التعبير أفضل من إخوان الصفا، ولكن الأفكار هي نفس. ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج، آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشاش. وبعدين ومعنى الاتصال في المكونات لأن يصير أول أفق الذي بعده، واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه، وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع به الحس والإدراك، ولم ينتهي إلى الروية والفكرية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان وبعده، وهذا غاية شهوده. هنا نجي ابن خلدون توفى سنة 808 هجرية. إخوان الصفا مثل ما قلت لكم بالقرن الرابع، يعني بيناتهم 500 سنة، الأفكار هي واحدة. لكن اللي حصل، وهذا أيضا أدخل الدين بالموضوع، أنه ابن خلدون يقول يقول من عالم القردة، الطبعات الأخرى، طبعة البيان، طبعات تقريبا كل الطبعات أكثرها، يقول من عالم القدرة، أول من كشف هذا الخطأ هو ساطع الحصري سنة 1954 في كتابة عن ابن خلدون، وكان يحب ابن خلدون كثير، دراسات اجتماعية في مقدمة ابن خلدون. فرايح ساطع الحصري مطلع على البخطوطة الأصلية اللي موجودة في فرنسا، موجودة حد الآن، فلاقيها القردة وليس القدرة. طبعا أنت إذا تقول من عالم القدرة أنت كفرت، بس الإنسان من عالم القدرة، والسلحفاة والقرد والفيل، فهنا يقول من عالم القدرة بالضبط. لكن لعدم الأمانة طبعا يجي الدكتور علي عبد الوهاب وافي يحقق المخطوطة مرة ثانية، ولا يعترف لساطع الحصري بشيء، وكأنه هو الذي كشف الموضوع، وبينهما تقريبا 50 سنة بين التحقيقين. نجي الآن على موضوعنا، موضوع النجف. وصلت رسالة، وهاي الرسالة أصلتها بكتاب اسمه حديث الجامعة النجفية. وحديث الجامعة النجفية هذا الكتاب أنا وصورته، إذا تقدرون تشوفوا حديث الجامعة هذا. تقرب على الكاميرا دكتور رشيد. نعم، وارفع يدك شوي، ارفع يدك شوي. نعم حديث الجامعة هذا وصلني من النجف، من مكتبة أحمد الوائي اللي محتفظين به الكتاب. الكتاب صادر 1953، اللي كاتبه اسمه محمد رضا شمس الدين، ويبدو لي لبناني، ولكن هو صادر بالنجف ومن المطبعة العلمية بالنجف 1953. ماخذ معلومة من جريدة البيان أو مجلة البيان.
ذاك الوقت كاتبة أنه ملخص الموضوع، أجت رسالة من تركيا يعني من دولة العثمانية. وتعرفون أنتم انقلاب اللي صار بالدولة العثمانية 1908 غير الصورة، رفض كل رجال الدين، فصار كتاب داروين أو كتاب شبلي شميل يتداول بدون أي مانع. فكتبوا إلى، بما أنه ببغداد مفتي بغداد، والمفتي بغداد مفتي رسمي تقريبا، ما يحتاج يأخذون من عنده رخصة إذا الدولة العثمانية مديتها، لكن النجف تحتاج. فكتبوا رسالة إلى مرجعية النجف: نحن بصدد إدخال كتاب أصل النشوء والارتقاء لشبل داروين اللي هو متولي ومترجمه وكاتب شبلي شميل اللي متوفي 1917، فنحن نريد ناخذ رأيكم بإدخال هذا الكتاب، هل تسمحون به أم لا؟ اجتمعت المرجعية لمدة أسبوع، كتبوا لهم رسالة: لا مانع لدينا بشرط أن تسمحون لنا بمناقشته والرد عليه. وافقوا. أنا استنتجت وقوة طبعا أن الذي وراء هذه الرسالة، وراء هذه الفكرة، هو جميل صدق الزهر، كان مجلس المبعوثان آنذاك. وهذا الحادث كان تقريبا 1910، يعني بعد الانقلاب 1908. جميل صدق زاوي أدى بيتين شعر يقول: رجعت إلى الماضي البعيد بفكرتي، وقلت لقرد الغابي: ما لك من قردي، تقلبت في الأصلاب دهرا بعده، ونسلت ابنك الإنسان نادرة الولد. هذه كلها هي الفكرة اللي إجت عن تطور والارتقاء والمجموعات الكائنات، اللي هو القرد صار ضمن مجموعة الإنسان. جميل صدق الزهاوي ليش أقولكم هو وراء الرسالة؟ لأن هو عنده قول، وهذا القول في أحد كتبه أنا قاريهم ثبته: يعود لي الفضل بإدخال نظرية داروين إلى العراق. طبعا دخل الكتاب، والكتاب أول ما حصل عليه اللي هو كاشف الغطاء، محمد حسين كاشف الغطاء اللي متوفي 1954، وهو الذي رد عليه 1911. الكتاب كتاب النشوء والارتقاء كتاب خافوا من عندهم فحذروا من عنده، حتى أكو أنا وصلتني الكتب من 10 سنوات جابها لي أحد الأصدقاء من النجف على سيديات، الكتب هاي الثلاثة اللي ردوا على داروين. ابتنت مكتبة كشف الغطاء الكتاب 1910 بطبعة مجلة المختطف المصرية. الكتاب من شبلي شميل مكتوب عليه على غلافه، وهذا أنقل أنا ما مكتوب عليه: طالع هذا الكتاب بكل تمعن، ولا تطالعه إلا بعد أن تطلق نفسك من أسر الأغراض، لألا تغم عليك وأنت واقف تطل على العالم من شرفة عقلك، تتلمس الحقيقة من وراء ستارها. هذا لي شبل شميل اللي كاتب. لكن المكتبة نفسها شنو خلت جو الكتاب؟ هي مخليتها للطلع العام، يبدو لأنه كانت الناس تروح تطالع مكتبة كشف الغطاء معروفة. يقول كتبت تحتها من قبل المكتبة: إن تعرف أن كاتبه إنما يريد أن يختلس منك دينك ويهدم يقينك ويغالطك في وجدانك، فاحذر منه أشد الحذر وانجي، وما أظنك بناج. إذا تقرأ هذا الكتاب، لكن الكتاب الشيء الجميل ما حرقوا الكتاب، ما ضيعوا الكتاب، موجود، بس هم كتبوا عليه عبارة:
عبارة أخرى أيضا إجت على الغلاف من قبل المكتبة كاتبتها: هذا الكتاب بيد الجاهل بالسم القاتل، أما العالم فسيخرج مناقصه ويتجنب مهالكه. كتاب شبل شميل هذا اللي أمامنا أول ما طبع 1884 باسم شرح بخنر مذهب داروين، كمجموعة مقالات عن أصل الأنواع كتبها شبل شميل، وبعدين انجمعت أو طلعت الكتاب. ما طول عليكم، نجي للرادين على الكتاب وهم ثلاثة من علماء النجف ويعتبرون من المهتمين بهذا الموضوع. لكن الشيء اللطيف اللي أثارني، وهذا أنا كتبت مقال مرة لما صارت الحادثة الأخيرة مع سلمان رشدي بالفتوى مع الخميني، فقلت النجف تحاور الأفكار ليس بالسكاكين، يعني جبت هذا، يعني أشرت لهذا الموضوع. شيء جميل يعني أنه يقول لك إحنا ندخل الكتاب بس أعطونا مجال النقش، والكتاب معروض بالمكتبة بس أنه يا بأحذر من عدة كسوم إذا كنت جاهل من الكلام. محمد حسين كاشف الغطاء كتب كتابه 1911، الكتاب كتبه تحت عنوان الدعوة الإسلامية إلى مذهب الإمامية، وانطبع الكتاب في دار السلام بغداد، يعني مطبعة دار السلام 1910. بعدين وهذا طبعا وين محفوظ الكتاب؟ محفوظ أكو قسم مكتبة كاشف الغطاء اسمها الحجريات، يعني الطباعة الحجرية، فيقول بمجموعة الحجريات هذا الكتاب، وأنا قلت لهم جابوا لي مصور من الحجريات. الكتاب بما أنه الدعوة الإسلامية المذهب الإمامية به مشكلة، مشكلة الدولة العثمانية السنية والمجتمع العراقي مختلط، فأنت كيف عالم دين وتسوي كتاب الدعوة الإسلامية إلى المذهب الإمامية وتحكي على دار الموضوع؟ ماكو فترة بطني. كان قبل بالدولة العثمانية في قانون أنه رجال الدين أو المجتهدون ما يعاقبون، يعني ما يسجن طبعا ولا يعدم، ولذلك صارت محكمة على كاشف الغطاء على هذا كتابه باعتبار بي طائفية بي كذا، فغرم غرامة بسيطة وخلص. على فكرة الشيء بالشيء يذكر، هذا القانون طلع بإيران أنه رجل الدين ما يسجن يعني ما يعدم، طلعه مصدق 1953. لكن تدرون من هو اللي ألغى؟ اللي ألغى الخميني، يعني هو كان قبل أيام الشاه، والخميني هو اللي هذا القانون هو اللي نجى الخميني من السجن، نجى من المحاكمة، نجى من الإعدام، هو ألغى. لكن دولة عثمانية كان موجود هذا القانون، ولذلك لما كتب عاد كتابته كاشف الغطاء كتاب سماه الدعوة الإسلامية، كتاب الدعوة الإسلامية، وصدر تحت هذا الكتاب. طبعا انت شو تفكر برجل دين فقيه يرد على داروين؟ طبعا ما يدخل المختبر ولا قضية الأحياء، وإنما بالأحاديث وبالآيات، وبأنه هذا المنطق الدين اللي عندنا وأنت كل ما هنالك. لكن اسمحوا لي أنا نسيت شيء، هذا اللي نعرفه واللي مشهور بالتنوير ومشهور بالتجديد، جمال الدين الأفغاني اللي متوفي 1897. أنا استغربت وفوجئت بالحقيقة جمال الدين لما يرد على داروين كتاب عنده اسمه، هذا عندي الكتاب، الدهريين، الرد على الدهريين. طبعا يعتبر داروين سفيه ويعتبر كذا ومن الكلام، لكن بعدين يقول هذا داروين كيف يقول انه القرد تطور الانسان؟ هل ان النمله تتطور الى فيل؟ هذا كلام جاهل يعني بالحقيقه، يعني ما اشوف، يبدو لي هذا الرجل اخذ سمعه اكثر مما يلزم، يعني هذا قبلهم، هذا قبل اللي اتكلم عنه. ف
وهذا جاي بقصة الكتاب أيضا شو اسمه محمد حسين كاشف الغطا كتاب عنده طلع اسمه عقود حياتي، هو متكلم عن كتاب قال هذا عندي كتاب وكيف عقبوني وكيف كذا وبعدين خليته وجايب القصة بهالشكل. رفيق ما كان عندي وقت موجود وقت فضل. موجود وقت لأن أنا مرات أتداخل بشغلة مهمة جدا. نعم إذا تسمحوا لي بها على كاشف الغطاء. محمد كاشف الغطاء أعتبر أنا من رجال الدين العظماء. في كتاب عنده المحاورة السفيرين الأمريكي والبريطاني، الكتاب صدر 1953 هو توفى 54. هو بالحقيقة ما كتب كتاب، أنا أشوف التحويل التاريخ الشفوي من يتحول إلى كتابة كم مفيد. زاره السفير الأمريكي ذاك الوقت 53 والسفير البريطاني وطلبوا من عنده فتوى ضد الشيوعية أو ضد النازية. في واحد جالس من تلاميذه سجل شنو تكلم كاشف الغطاء وذلك تكلمه وسجلها يكتب هم بدون ما هم يقولوا له وبعدين طلع أكثر. فمن قال له لبهالشكل؟ قال لهم أنتم جيتم من بغداد وشفتوا أرض البور للنجف، هاي أنتم ساهموا بزراعتها ساهموا بكذا. قال لهم في ثلاثة أشياء إذا تقضون عليها ما في الشيوعية لها وجود، لا يحتاج فتوى التكفير ولا يحتاج قتل ولا ينفع مع الشيوعيين التبعيد يعني النفي أو القتل أو السجن. الثلاثة هي اقضوا على المرض، اقضوا على الجهل، اقضوا على الفقر. ثلاثة ذني هن يعالجن الشيوعية، وهي فعلا هم الشيوعيين يشردون. لكن شوف الزمن هذا 1953، لكن يجي 1963 يصدر السيد محسن الحكيم والخالصي ونجم الدين الواعظ مفتي بغداد يصدرون فتوى بقتل تقريبا 11,000 واحد، ولكن ما نفذت الفتوى بعد انقلاب حسن السريع. ونص الفتوى أنا حافظه يقول أما الشيوعيون فمرتدون وحكم المرتد القتل، وبالنسبة للأولاد فتطلع حصة الإمام وحصة الإرث. طبعا أنا كتبتها كثير هذه وردوا علي كثير وفيها نوع من التهديد، ولكنها حقيقة تاريخ أنا ما أدي مشكلة. السيد محسن الحكيم أدى إيجابيات وعدة، بس ردت هذا نوع بين قوسين هاي على كشف الغطاء. يعني الراد الثاني على داروين رجل لطيف وظريف الحقيقة، هو الشيخ محمد رضا الأصفهاني المتوفى 1943. هذا رد عليه بكتاب انطبع الكتاب أيضا بالنجف 1912، العفو بلاية بغداد انطبع. هو ما قايل يعني الكتاب اللي عندي يقول الولاية العامرة، الولاية العامرة بذاك الوقت هي ولاية بغداد 1912. هذا الرجل يعرف داروين وبخنر يعرفهم مسيحيين، فخاف أن يفهم الرد مالته من مسلم إلى ضد مسيحيين. وهو قال بالمقدمة مالته قال أنا دافع عن الدين كله مسيحي أو يهودي أو مسلم. فهذا الرجل الحقيقة كان يحترم داروين ويقول هذا عالم ويقول فاز، وليس هناك بالرد أي إشارة إلى تسفيه أو تكفير أو تخوين إلى هذا. رجل رد بس يقول هو ضمن أدواته طبعا أنه هذا الحديث النبوي وهذه الآية القرآنية وهذا الكتاب المقدس شو قال وهذا كذا وهذه النظرية الدينية، يعني بهالإطار هذا. الكتاب مالته هو اسمه الرد على داروين اسم الكتاب، أو نقد داروين، نقد داروين. لكن اللطيفة أيضا هذا الرجل هو بالنجف عايش وطبع الكتابة، مات والده بالطهران
فقال له لا تعال الحسينية ما من يرعاها، تعال انت رعاها. هو ما يريد يروح، هو يريد يبقى تعرف انت نشا واصدقاء وزملاء. فمن راح ومقصوب على امره يعني. وعلى فكرة هو حتى من يجيب اسم الزهاوي ويقول القول الجميل إلى صدق الجميل، يعني جميل صدق الزهاوي. وتعرفون أنتم هذا شيعي وهذا ابن المفتي سني. فمن راح طهران فكتب إلى صديقة القزويني، وهذا صديقة متوفي متأخر يعني 1992 هو كتب مذكراته، يقول له لو تراني والناس خلفي تصلي لتوهمت أنني سلمان، يعني سلمان الفارسي. لو تراني والناس خلفي تصلي لتوهمت أنني سلمان، ليس من طبع الصلاة ولكن أحوجتني لمثلها طهران. طبعا إذا واحد يريد يتخبث يقول هذا الرجال ما يصلي ويصوم، لكن الفكاهات بين كانت رجال الدين كانت موجودة، توصل إلى حد قضية يتكلمون بما لا يستسيغون من الآخرين، يتكلمون بالقضايا الدينية. ما أطول عليكم، نجي للرد الثالث. الرد الثالث هذا تأخر شوية إلى 1928، وإجا من الشيخ محمد جواد البلاغي المتوفي 1934. هذا الرجل كتب طبع كتابه صدر 1928، عنده كتاب يناقش به يسميه الرحلة المدرسية، الرحلة المدرسية والمدرسة السيارة. هذا الكتاب ماله. القسم الأول يناقش الإنجيل والتوراة، والقسم الثاني يناقش دارون على نظريته. بس هو شو مسوي؟ هو مسوي مثل يعني مثل المسرحية باني الكتاب مالته، جايب شخص اسمه عمانوئيل باعتبار كان مسيحي يقدر يرد عليه على اليهودية باعتبار المسيحيين يقرون بالكتاب العهد القديم. فيجيب يقول لعمانوئيل يجي يسأله وهو يجاوب، وبعدين على دارون أيضا يجي عمانوئيل يسأله وهو يجاوب. وايضا الردود مالته بالحقيقه بها احترام وبها حشمه لداروين ويعتبره عالم، ولكن ايضا مثل ما قلنا على السابقين هم عندهم الحديث السنه وعندهم القران، هاي الادوات مالتهم. لكن هم تقريبا انت تقدر تفهم ومن يفصل هو نظرية أصل الأنواع والانتخاب الطبيعي هذا، حتى أنه أنا فهمت أنه كأنه يعرف العبرية، يعرف العبرية ويعرف الفارسية طبعا ويعرف العربية. بس اللي تحصله بالرد، رد أنت فعلا تحب تقرأ، لكن للأسف هذا الكتاب اللي صدر 1928 جاء واحد حققه في الفترة الأخيرة واسمه هادي، من حققه ألغى من عنده قسم اللي خص داروين. والعذر شنو؟ إنه هذه انتهت المسألة، فباقي أكو ممكن نقاش وحوار بين الأديان، بين المسيحية وبين اليهودية، ولكن أما داروين فقصته انتهت. فأنا الحقيقة كتبت له وكتبتها أيضا، فقلت هذا تجني على الكتاب. يعني أذكر عبود الشارتي لما سويت وياه مقابلة طويلة وكان يحقق رسالة البغدادية، فقال وقفت عندها أريد ألغي منها كل الألفاظ الخادشة. أنا خفت قلت له وش سويت؟ قال لا، قلت له هي قيمتها بها الألفاظ وبعدين هذا النص، قال لا فما سويت. فهو إن تجي للكتاب أنت وتشيله، تشيل من عنده، لأن أنا كتاب عندي النسخة الأصلية عندي. القصة وما بها نتعلم درس من هذه، أنه ممكن المحاورة، ولكن لينت ما توفرت عقول وما ارتبطت الفكرة الدينية أو رجل الدين بالسياسة، إذا تنفك
ترتبط بالسياسة لازم يصير متعصب، طبيعي يصير متعصب. يعني الذي يسمح بداروين، بفكرة داروين، أنه يريد تقدم ويريد انتقاله، هذا محمد حسين كاشف الغطاء، ولا محمد رضا الأصفهاني، ولا محمد جواد البلاغي، ما عندهم هذا الحاجة. ولذلك الإعجاز العلمي وين طلع بعد أوروبا؟ طلع عند الإخوان المسلمين، الكهرباء، كل شيء، اللي هو السديم، انه قال بي انه فاي شيء انه يطلع. واخذت نظريه داروين حتى على المستوى الشعبي. وتعرفون انتم اشياء يمكن مكرره عبد اقولها كثير. انا مره حضرت مجلس 1970، وللاسف الرجل هو ذكي جدا، كيف كان يعني كرجل دين، احمد الوائلي اللي توفى 2003. دكتور رشيد لك عندك 5 دقائق، لكن ممكن نطبع. لا لا لا، أنا خلصت، لأن أنا ما شبعت ولكن تعبت. لا بعدك شباب. لا، فالحقيقة جالس أنا بالمجلس بالجامعة، رحت ويا عمي، كنت بعد بالرابع ثانوي، فكان أحمد الوائلي هاجم نظرية داروين بوقتها. أنا بوقتها ما أعرف يعني نظرية داروين شو داروين، سامع بها بس ما أعرف. فقال أنا هاي عندي أوراق، مقصص أوراق صغار، قال هاي عندي أوراق ومرقمها 1 2 3 4. هم يقولون انتخاب طبيعي، ويقولون إنه بالتدرج، ويقولون إنه هذه الطبيعة كذا. مولانا، هل ممكن هاي الأوراق أقدر أنا أطلعها من جيبي ترتيب 1 2 3 4؟ لا، هي إلا بقدرة الله يلا تصير. فبقتها حسبت أنه داروين انظلم من رجال الدين المسيحيين لما حصروا نظريته كلها بالقرد أنه الإنسان، وانظلم من المسلمين بهاي الجريرة، ولكن مفتي طرابلس والكتاب عندي، مفتي طرابلس قال داروين عالم، وعالم طبيعيات، وعالم علوم طبيعية، ليس هناك مجال لمناقشته أو رده. شكرا جزيلا لك. أنا متأكد، جدا متأكد، وشغل مشتغل عليه. فتوى 1961 ذيك غير، ذيك شغلة لها علاقة بأنه واحد إجا السيد محسن الحكيم قال له أنا أقلدك ومن النعمانية وأريد أصير، هل يجوز لي أدخل الحزب الشيوعي؟ قال له لا يجوز، هو ما قال الشيوعية كفرون الحاد، بالضبط الفتوى موجودة، لا يجوز الانتماء للحزب الشيوعي لأن كذا وكذا. وطبعا سنة 83 جريدة الرافدين لما صار هجوم على الحزب الشيوعي الإيراني أعاد ونشر هذه الفتوى من جماعة المجلس الأمين. الفتوى الثانية هي بالضبط تموز 1963، قضية القتل، هذا اللي عبد الغني الراوي كلف أن يذهب إلى نقرة السلمان ويعدم السجناء هناك والسجناء اللي موجودين مخافر الشرطة. بما أن عبد الغني الراوي كان متدين وقومي، فقال أنا أريد فتوى من رجالتي، راح للخالص انطاه، راح السيد محسن الحكيم انطاه، نجم الدين الواعظ، ويقال حتى الزهاوي. أنا بالحقيقة هذه ما أريد أفصل، أنا نفصلها كتاب لا إسلام بلا ما ذهب وطروس أخرى من تراث الإسلام، ونفصلها بالشرق الأوسط وعدة مكانات. وهي الفتوى أعطيت ولكن ما نفذت طبعا، ولكن استغلت مثل ما تفضل. الأخ ما يخص كلام موسى، هاي احنا المشكلة ما نقدر نتجاوز، لأن احنا عندنا التنوير وحوار النجف. فسلام موسى أجيبه شلون؟ والحقيقة مش بسلام موسى، في العشرات من الكبار اللبنانيين والمصريين وحتى العراقيين. يعني لو أريد أتكلم لك عن شو اسمه نفسه، هو جميل صدق الزهاوي
كثير عنده من الكتابات وعنده كذا. بالحقيقة النقاط اللي تفضل بها الأستاذ أنا ذكرتها كلها، يعني ذكرت قضية شو اسمه حل التشابك بين الدين وبين السياسة وبين المجتمع، وذكرت على قضية أنه دارون ما كان كذا. أما بالنسبة أنه أنا يا جماعة أرجوكم أنه أنا عندي موضوع معين هو حوار رجال دين النجف لدارون، أنا بعد ما أقدر أروح التركية، ما أقدر أروح السويد، صعب علي هاي ما أقدر. وإلا إذا تبقى هذه وما قلت هذه وما قلت ذي ما أقدر، يعني كل واحد وإمكانيته. أنا اتفقت أنه عندي ثلاث كتب أنا أعقش هاي ثلاث كتب بشكل بسيط. ما دارون صاحب نظرية توفى 1882، بعد كل الأفكار اللي إجت هو ما مسؤول عنها، المسؤول عنها الجروبات اللي صارت والأفكار اللي طورت وكذا. أما هو تكلم الرجل وضع أساس، ولذلك الكنيسة رجعت هاي قبل كم سنة رجعت واعترفوا به، واعتقد حتى الرفات مالته نقلوه، يعني صار احتراز به. أنا أعتقد أنه الآن ما في هذا هاي المعنى أنه بالنسبة للكنيسة موقفها الكنيسة. الكنيسة أنا أخذها أنه هي لما صارت الثورة الصناعية وصار التطور هذا اللي حصل بالدول اللي نسميها دول الرأسمالية، الكنيسة انسحبت وصارت هذا داعم اجتماعي كذا. لا ما هذا التأثير اللي كان قبل، أعتقد بهالشكل هذا. أما أنه علي الأديب بن قال علي الأديب ما يمثل نفسه وحزبه. الكتب الثلاثة اللي قريتها أنا اتضح لي هم قارين الكتاب بشكل جيد، بس هم قلت لك ما يرحل للمختبر، هم ما لهم علاقة بهذا الموضوع. هم قرأوا الكتاب أنه الكتاب شافوا أنه يتكلم عن تطور وكذا وما جاي باسم الله به الموضوع، فهم انطلقوا من هذا. بس يعني هم الحقيقة ذول الثلاثة ما كانوا بسذاجة جمال الدين الأفغاني اللي هو جواب وقال هل النملة تتحول فيل، يعني جواب ومنطق ساذج جدا. لا ذول قرأوا الكتاب بشكل جيد وشارحين وجايبين قايلين قال كذا قايلين قال كذا، فأنا أعتقد. لكن الأغلبية طبعا هي تمشي على الصيد، يعني كثير من الأمور إحنا الآن اللي نشوفها ونتداولها، كثير من الأمور تتداول هي ما لها أصل، هي على السمعة على 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 المزاج، يعني على الكلام الكثير. لو أريد أفصل لك القضايا الاجتماعية اللي عندنا أو القضايا التاريخية اللي عندنا مبنية كلها على قال فلان عن فلان، لما توصل له وتقول له يقول لك لا مهمة، هي مشهورة هي معروفة. بالعلم ما فيه معروفة، بالعلم في مصدر. أنا معاك إنه كثير إنه ما حد قاري الكتاب، وبالضبط تشبه قضية سلمى رجدي. سلمى رجدي على فكرة الخميني ما قاري ولا شافه، الخميني كل ما قالك قدموا له تقرير قالوا له هذا الكتاب هالشكل يقول على زوجة الرسول وعلى مش عارف إيش وكذا. راح الخميني، أنا عندي صحيفة اسمها صحيفة الإمام اللي هي 21 جزء، كل ما قال الخميني قبل الثورة وبعد الثورة، وهي موثقة طبعا. فطلع الفتوى الأولى إنه كذا 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 يقتل، بعدين منتبه إلى قضية قالوا لك كيف أنت ما جبت قضية التوبة، هذا خاف يروح يتوب، فرجع قال إنه تكلمت الإذاعات الغربية وكذب، هي ما تكلمت الإذاعات الغربية، إنه إذا تاب فلا حتى إذا استتاب. عرفت شلون؟ هذه انقتلت انذبحت ناس بها. انت تدري هذا الطبري ابو تاريخ الامم والملوك، تدري هذا 10 سنوات ببيته ما يقدر يطلع من دول المتطرفين حوله، هم يجي بعدين يقول هذول ما حاوروا، هذول ما يعرفون شنو قال الرجال. هذه موجوده بالفكر الجمعي والثقافه العامه، ما حتى انا موجوده بالحق. ولكن أنا أحكي لك على موضوع الكتب الثلاث هذه موجودة. ولذلك الجواهري شو قال للرصافي؟
يقول له على الدين يقول له يجتروا من أحكام بئر، يجتروا من أحكام بئر ملوثة بدم البعير، يلهو به من ليس يعرف ما البجير من العجير. ناس عوام وناس تقتل بها وتروح بها بدون دراسة بدون معرفة.